أفادت مصادر محلية باستشهاد مدنيين أو مدنيين اثنين وإصابة طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي في الطريق الرابط بين مديريتي حيس والجراحي جنوب محافظة الحديدة. وتعد مديرية حيس منطقة منكوبة كغيرها من مديريات ومناطق الساحل الغربية المحررة بحقول وشبكات ألغام ميليشيات الحوثي، فيما تواصل هندسة القوات المشتركة جهودها المكثفة لتطهيرها من تلك الألغام.